طيب نروح بقى لبقيه الاخبار المتعلقه بالفريق. امبارح عقد الاجتماع الفني للمباراه طبعا الاتفاق على كافه الامور التنظيميه والاداريه في حضور وفدي النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي، وايضا بحضور مسؤولي كاف ومسؤولي الامن المغربي. طلب وفد النادي الاهلي بشكل رسمي خلال هذا الاجتماع يعني بعدم تكرار احداث نهائي دوري ابطال افريقيا 2017 لو حضراتكم فاكرين، واللي طبعا اقيمت في المغرب في ذلك الوقت، وطبعا تمت الاشاره الى كافه تفاصيل هذه الواقعه. كمان شدد وفد النادي الاهلي في طلبه على التامين الكامل لبعثه الفريق وكذلك جماهير الفريق قبل واثناء وبعد انتهاء المباراه، وبناء على ذلك تقرر نقل بعثه النادي الاهلي الى اليمين بدلا من الجهه اليسرى، يعني هيكونوا بجوار مدرجات جماهير النادي الاهلي وناحيه اليمين، وكمان منح بعثه الفريق واللاعبين وجماهير مدخل خاص بالملعب بعيدا كل البعد عن جماهير وفريق والفريق طبعا المنافس فريق الوداد، حفاظا على سلامه الجميع. كمان اكد مسؤول كاف يعني لوفد النادي الاهلي في حضور المنسق العام للمباراه والحكم وبشكل رسمي في هذا الاجتماع الفني ان الفار يعني او ان شاء الله ستعمل تقنيات الفار اثناء هذا اللقاء دون توقف، كما طالب اعضاء الوفد طبعا الخاص بالنادي الاهلي ان الفار يكون شغال طوال احداث المباراه، مش شويه كده وشويه كده، الفار موجود عشان يبقى شغال طول الوقت. شويه كده فكرتني بحاجه والله في فيلم. المهم